السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين مول القبطان في كل مكان وفي كل محافظات مصر. ازيكم؟ عاملين ايه؟ لعلكم بخير ان شاء الله. النهاردة معاكم امنية من داخل معرض مول القبطان. النهاردة هنتكلم عن حاجة اول مرة اتكلم عنها، وهي طقم الاركو دايركس، وهو طبعا يعتبر من اهم الاطقم اللي بتبقى في جهاز العروسه. مش كل العرايس بتجيب الاركوبايركس، ساعات بيستبدلوه بالاركوبال وساعات بيجيبوا السيني بس وهكذا. فاحنا النهارده هنتكلم عن طقم الاركوبايركس علشان تتحددي وتشوفي اذا كنت هتحتاجيه اصلا ولا لا. هنتكلم مع بعض عن طقم من احسن وانضف اطقم الاركوبايركس، هنشوف البلد المنشئة بتاعته والماركة بتاعته، ونشوف ألوانه وأشكاله والعدد بتاعه، ونشوف مكوناته بالتفصيل إن شاء الله. ما تنسوش اللايك للفيديو ده، وما تنسوش متابعة لنا على البيجي الرسمية بيج مول القبطان للأدوات المنزلية. خليكم معايا. ودلوقتي هنتفرج مع بعض على شكل طقم الأركوبايركس بتاعنا. والطقم اللي قدامنا ده ماركة ليمونارك، وطبعا ليمونارك دي ماركة غنية عن التعريف، من احسن الماركات في صناعة الاركوبايركس. والطقم اللي قدامنا ده بيقدر يدخل غسالة الاطباق وكمان المايكرويف. والطقم اللي معانا ده 46 قطعة، يعني في كل الاحتياجات الاساسية بتاعتك ليكي انت واسرتك، وشكله جميل جدا، يكون حلو على سفرتك او في مطبخك. خلونا نشوف بقى كل حاجة قطعة قطعة ونعرف عددها. دلوقتي قدامنا اول حاجة الدرق او الشفشق بالغطا بتاعه، بصوا الشكل او بصوا الرسمة بتاعته والوانه كده. وتاني حاجة معانا هي البولة الكبيرة او السلطانية، وتالت حاجة معانا هي الشوب او الكوبايات، ودي بيكون في منها 6 قطع. ومعانا البولات الصغيرة بتاعت الشوربة، برضو في منها 6 قطع. ودلوقتي هندخل على الاطباق بتاعتنا. عندنا 6 طبق مسطح للغرف، وده شكله. وعندنا طبعا السرفيس الكبير واخد الشكل البيضاوي. وكالعادة اي طقم عندنا في الغالب ما بيكونش معروض كامل، زي ما عملت لكم الفيديو بتاع الصيني كده بالظبط. فالطقم ده فيه فناجيل زي اللي انتوا شايفينها دي، والفناجين دي بالاطباق، يعني في 6 فناجين بالاطباق بتاعتهم، وفي كمان 6 طبق غويط زي اللي فوق ده في الطقم التاني ده. وبالمناسبة الطقم اللي فوق ده برضو ليمونارك، هبقى اعمل لكم فيديو تاني عنه. دلوقتي بعد ما خلاص اتفرجنا على الطقم بتاعنا، تقدري انت تحددي اذا كنت محتاجاه في جهازك فعلا ولا لا، او محتاجاه وانت بتجددي شقتك ولا لا. وتقدروا تتواصلوا معانا عن طريق الكومنتات وتقولوا لنا ايه اللي حابين ان انا اصوره لكم الفتره الجايه باذن الله. ويا ريت ما تنسوش كمان مره اللايكات بتاعتنا، سواء بتتفرجوا على الفيديو ده على بيجي رسميه بيجي مول القبطان الادوات المنزليه، او على اليوتيوب قناه القبطان لتجهيز العرايس، او على التيك توك قناه مول القبطان. وانتظروني فيديوهات جايه كتير باذن الله. وارجع وافكركم بعنواننا، احنا في شارع احمد بدوي التجاري من ابو النمس في المنيب الجيزه، وتقدروا توصلوا اللوكيشن بتاعنا عن طريق الجي بي اس. تكتبوا مول القبطان الادوات المنزليه هيظهر لكم لوكيشن المعرض. سلام.